أفغانستان رسمياً إمارة أفغانستان الإسلامية هي دولة غير ساحلية تقع على مفترق طرق آسيا الوسطى وجنوب آسيا، يشار إليها باسم قلب آسيا، وتحدها باكستان من الشرق والجنوب، وإيران من الغرب، وتركمانستان من الشمال الغربي، وأوزبكستان من الشمال، وطاجيكستان من الشمال الشرقي، والصين من الشمال الشرقي والشرق. تحتل البلاد 652.864 كيلومتر مربع 252.072 ميل مربع من الأرض، وهي في الغالب جبلية مع سهول في الشمال والجنوب الغربي التي تفصلها سلسلة جبال هندو كوش. نقطة كابول هي أكبر مدينة في البلاد وعاصمتها. اعتباراً من عام 2021 بلغ عدد سكان أفغانستان 40.2 مليون نسمة، يقدر رسمياً بـ 32.9 مليون نسمة. يعود تاريخ سكن الإنسان في أفغانستان إلى العصر الحجري القديم الأوسط، وقد أدى الموقع الاستراتيجي للبلاد على طول طريق الحرير التاريخي إلى وصفها بشكل رائع بأنها دوار العالم القديم. يشار إليها شعبياً باسم مقبرة الإمبراطوريات، وكانت الأرض تاريخياً موطناً لشعوب مختلفة وشهدت العديد من الحملات العسكرية بما في ذلك حملات الفرس والإسكندر الأكبر وإمبراطورية موريا والمسلمين العرب والمغول والبريطانيين والاتحاد الإسوفيتي مخامن قبل للتحالف الذي تقودها الولايات المتحدة. كانت أفغانستان أيضاً بمثابة المصدر الذي صعد منه اليونانيون البكتريون والمغول من بين آخرين لتشكيل إمبراطوريات كبرى. جعلت الفتوحات والفترات المختلفة في كل من المجالين الثقافيين الإيراني والهندي المنطقة مركزاً للزرادشتية والبوذية والهندوسية والإسلام لاحقاً عبر التاريخ. بدأت دولة أفغانستان الحديثة مع سلالة دوران في القرن 18 مع الإمبراطورية الدورانية الأفغانية التي شكلها أحمد شاهي دوراني. قادت إمبراطورية دوران الفتوحات التي شملت في ذروتها الأراضي التي امتدت من شرق إيران إلى شمال الهند. ومع ذلك يعتبر دوست محمد خاني أحياناً مؤسس أول دولة أفغانية حديثة بعد تراجع الإمبراطورية الدورانية ووفاة أحمد شاهي دوراني وتيمور شاه. حدثت أزمة خلافة بين زمان شاهي دوراني ومحمود شاهي دوراني وشاه شجاع دوراني. تحت حكم محمود شاه أدى إعدام فاتح خان بركزاي إلى الإطاحة بسلالة دوراني، مما أدى إلى تقسيمها إلى عدة ممالك مستقلة أصغر بما في ذلك على سبيل المثال إلى الحصرورات وقندهار وكابول. سيتم توحيد أفغانستان في القرن 19 بعد 7 عقود من الحرب الأهلية من 1793 إلى 1863 مع حروب التوحيد بقيادة دوست محمد خان من 1823 إلى 1863، حيث غزا إمارات أفغانستان المستقلة تحت إمارة كابول. توفي دوست محمد في عام 1863 بعد أيام من حملته الأخيرة لتوحيد أفغانستان، وبالتالي تم إلقاء أفغانستان مرة أخرى في حرب أهلية مع القتال بين خلفائه. خلال هذا الوقت أصبحت أفغانستان دولة عازلة في اللعبة الكبرى بين الإمبراطورية البريطانية في الهند الخاضعة للحكم البريطاني والإمبراطورية الروسية. من الهند حاول البريطانيون إخضاع أفغانستان، ولكن تم صدهم في الحرب الأنغلو-أفغانية الأولى. ومع ذلك شهد تقع أفغانستان في جنوب ووسط آسيا. تعتبر المنطقة المتمركزة في أفغانستان مفترق طرق آسيا، وقد حصلت البلاد على لقب قلب آسيا. كتب الشاعر الأردي الشهير العلامة إقبال ذات مرة عن البلاد: آسيا هي جسم مائي وأرضي، والأمة الأفغانية هي قلبه. من خلافها خلاف آسيا، من اتفاقها اتفاق آسيا. تبلغ مساحة أفغانستان أكثر من 652.864 كيلومتراً 252.072 ميلاً مربع، وهي منطقة رقم 41 أكبر دولة
أكبر قليلاً من فرنسا وأصغر من ميانمار، وحول حجم تكساس في الولايات المتحدة. لا يوجد خط ساحلي مثل أفغانستان غير الساحلي. تشترك أفغانستان في أطول حدودها البرية، خط دوراند، مع باكستان من الشرق والجنوب، تليها الحدود مع طاجيكستان من الشمال الشرقي، وإيران من الغرب، وتركمانستان من الشمال الغربي، وأوزبكستان من الشمال، والصين من أقصى لشمال لشرقي. الهندي تعترف بحدود مع أفغانستان من خلال إدارة بكستانيت كشمير. في اتجاه عقارب الساعة من الجنوب الغربي، تشترك أفغانستان في الحدود مع محافظة سيستان وبوشستان، فصل محافظة خراسان الجنوبية ومحافظة خراسان أردوين إيران، منطقة أهال، فصل منطقة ماريو، منطقة لبابتركمانستان، منطقة سورك سنادريو أوزبكستان، منطقة خاتلون ومنطقة غورانو بدخشان المتمتعة بلحكم لذة طاجيكستان، منطقة شينجيان غأوي غور ذاتية لحكم لصينا، وإقليم جيلجيت بلتستان، فصل إقليم خيبر بختونخ ومقاطعة بلوشستان من باكستان. الجغرافيا في أفغانستان متنوعة، ولكنها في الغالب جبلية وعرة، مع بعض التلال الجبلية غير العادية المصحوبة بالهضاب وأحواض الأنهار. ويهيمن عليها هندو كوش المد، الامتداد الغربي لجبال الهيمالايا التي تمتد إلى الشرق تبتع بجبال بامير وجبال كاراكورام في أقصى شمال شرق أفغانستان. تقع معظم أعلى النقاط في الشرق وتتكون من وديان جبلية خصبة، وغالباً ما تعتبر جزءاً من سقف العالم. ينتهي هندو كوش عند المرتفعات الغربية الوسطى، مما يخلق سهول في الشمال والجنوب الغربي، ويترستان سهول وحوض سيستان. تتكون هاتان المنطقتان من الأراضي العشبية المتدحرجة وشبه الصحاري والصحارية الحارة العاصفة عليلة للتوأي. توجد غابات في الممر بالنور ستانوبكتيكال مقاطعات، أنظر الغابات الصنوبرية الجبلية في شرق أفغانستان، غندرا في الشمال الشرقي. أعلى نقطة في البلاد هيموشق على ارتفاع 7492 متراً، 24580 قدم فوق مستوى سطح البحر. أدنى نقطة تكمن في مقاطعة جوزجان على طول ضفة نهر آمو، على ارتفاع 258 متراً، 846 قدماً فوق مستوى سطح البحر. أطواريس الجبلية لأفغانستان. على الرغم من وجود العديد من الأنهار والخزانات، أجزاء كبيرة من البلاد جافة. الإندورهيك هولسيستان هو واحد من أكثر المناطق جفافاً في العالم. الآمو داريارتلا في شمال هندو كوش، في حين أن القريبة هاري رودي دفق غرباً نهيرات، ونهر إرغنداب من المنطقة الوسطى جنوباً. إلى الجنوب والغرب من هندو كوش يتدفق عدد من الجداول التي هي رواف دنهر السند، مثل نهر هلموند. استثناء واحد هنهر كابول الذي يتدفق في اتجاه الشرق إلى نهر السند، وينتهي عند المحيط الهندي. أفغانستان تتلقى ثلوجاً كثيفة خلال فصل الشتاء في هندو كوش جبال بأمير، ويدخل ذوبان الثلوج في فصل الربيع الأنهار والبحيرات والجداول. مع ذلك، فإن ثلثي المياه في البلاد تتدفق إلى البلدان المجاورة إيران وباكستان وتركمانستان. وكما ورد في عام 2010، تحتاج الدولة إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي لإعادة تأهيل أنظمة الري بحيث تتم إدارة المياه بشكل صحيح. تقع سلسلة جبال هندو كوش الشمالية الشرقية في مقاطعة برشان وحولها في أفغانستان، في منطقة نشطة جيولوجياً، حيث قد تحدث الزلازل كل عام تقريباً. يمكن أن تكون قاتلة ومدمرة، مما يتسبب في حدوث انهيارات أرضية في بعض الأجزاء أو انهيارات ثلجية خلال فصل الشتاء. كانت آخر الزلازل القوية في عام 1998، والتي أودت بحياة حوالي 6000 شخص في برشان بالقرب من طاجيكستان. وأعقب ذلك زلازل هندو كوش عام 2002 التي قتل فيها أكثر من 150 شخصاً وأصيب أكثر من 1000 آخرين. خلف زلزال عام 2010 11 قتيلاً أفغانياً وأكثر من 70 جريحاً ودمر أكثر من 2000 منزل.
في يونيو 2022 ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 5.9 درجة بالقرب من الحدود مع باكستان، مما أسفر عن مقتل 1150 شخصاً على الأقل وأثار مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة. بعد الانهيار الفعلي لجمهورية أفغانستان الإسلامية خلال هجوم طالبان عام 2021، أعلن طالبان البلاد إمارة إسلامية، وأعلن عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 7 سبتمبر أيلول. اعتباراً من 8 سبتمبر 2021، لم تعترف أي دولة أخرى رسمياً بإمارة أفغانستان الإسلامية كحكومة قانونية لأفغانستان. أداة تقليدية للحكم في أفغانستان هي اللوية جيرغا، الجمعية الكبرى البشتون، اجتماع تشاوري تم تنظيمه بشكل أساسي لاختيار رئيس الدولة أو اعتماد دستور جديد أو تسوية قضية وطنية أو إقليمية مثل الحرب. تم عقد اللوية جيرغا منذ عام 1747 على الأقل، وكان آخرها في أغسطس 2020. في 17 أغسطس 2021 التقى زعيم حزب قلب الدين الإسلامي التابع لطالبان قلب الدين حكمتيار مع كل من حامد كرزاي رئيس أفغانستان السابق وعبد الله عبد الله الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ورئيس سالة فيديال السابق فيال الدوحة قطر بهدف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ظهر الرئيس أشرف غني بعد أن فر من البلاد أثناء تقدم طالبان إلى طاجكستان أو أوزبكستان في الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه يؤيد مثل هذه المفاوضات ويجري محادثات للعودة إلى أفغانستان. اتفقت العديد من الشخصيات داخل طالبان بشكل عام على أن استمرار دستور أفغانستان لعام 2004 قد يكون إذا تم تطبيقه بشكل صحيح قابلاً للتطبيق كأساس للدولة الدينية الجديدة، لأن اعتراضاتهم على الحكومة السابقة كانت سياسية وليست دينية. بعد ساعات من الرحلة الأخيرة للقوات الأمريكية التي غادرت كابول في 30 أغسطس، قال مسؤول في طالبان تمت مقابلته إنه من المرجح أن يتم الإعلان عن حكومة جديدة في وقت مبكر من يوم الجمعة 3 سبتمبر بعد الجمعة. وأضيف أن هبة الله أخون زاده سيعين رسمياً أميراً مع الكشف عن وزراء الحكومة في أرض في حفل رسمي، وسيتم تعيين عبد الغني برادر رئيس للحكومة كرئيس للوزراء، في حين ستذهب المناصب المهمة الأخرى إلى سراج الدين حقاني والملا يعقوب، وتحت قيادة المرشد الأعلى سيعهد بالحكم اليومي إلى مجلس الوزراء. النائب الأمريكي زلمي خليل زاد يسار يجتمع مع قادة طالبان عبد الغني برادر، عبد الحكيم حقاني، شير محمد عباس السنكساي، سهي شاهين مجهول الهوية في الدوحة قطر في 21 نوفمبر 2020. وفقا لشبكة سيتنان، من المرجح أن تكون الحكومة الجديدة وحدوية ديوبانديست الجمهورية الإسلامية. في تقرير صادر عن سيتنان شرطة النولز 1-8 قالت مصادر إن الحكومة الجديدة ستحكم بشكل مشابه لإيران مع هيبة لا أخون زاده كمرشد أعلى على غرار بورسعيد علي خامنئي، وسيكون مقرها من قنهار. برادر أو يعقوب سيكون رئيس الحكومة رئيس الوزراء، وستخضع وزارات الحكومة ووكالتها لمجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء. سيترأس المرشد الأعلى الهيئة التنفيذية المجلس الأعلى المعروف في أي مكان من 11 إلى 72 عضواً نقطة عبد الحكيم حقان، من المرجح أن تتم ترقيته إلى رئيس القضاة. ولحسب التقرير فإن الحكومة الجديدة ستجري في إطار تعديل دستور أفغانستان لعام 1964. ومع ذلك كشفت مقابلات لاحقة لنوز 1-8 أن المفاوضات لم تكتمل بعد، وأن الممثلين ما زالوا في قندهار، وأن الإعلان عن الحكومة الجديدة لن يتم حتى 4 سبتمبر أو بعد ذلك. وتأخر تشكيل الحكومة مرة أخرى مع تأجيل الإعلان إلى بعض الوقت خلال الأسبوع الذي يبدأ في 6 أيلول سبتمبر، بسبب المخاوف من تشكيل حكومة عريضة القاعدة مقبولة لدى المجتمع الدولي.
لكن أضيف في وقت لاحق أن مجلس شورى رهبري التابع لطالبان كان منقسماً بين شبكة حقان المتشددة وعبد الغني برادر المعتدل بشأن التعيينات اللازمة لتشكيل حكومة شاملة. وبلغ ذلك ذروته في مناوشات أدت إلى إصابة بارادار وعلاجه في باكستان. تم التكهن بأن الحكومة ستعلن في 11 سبتمبر 2021 الذكرى العشرين لهجمات 9/11 مع احتمال توجيه دعوات إلى حكومات تركيا والصين وإيران وباكستان وقطر. واعتباراً من أوائل سبتمبر أيلول كانت طالبان تخطط لأن يكون مجلس الوزراء للرجال فقط، مشيرة إلى أنه لن يسمح للنساء بالعمل في مناصب رفيعة المستوى في الحكومة وأن النساء مستبعدات من مجلس الوزراء. احتج صحفيون وناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان، معظمهم من النساء، في هيرات وكابولا، مطالبين بإشراك النساء في مجلس الوزراء. 361 كان مجلس الوزراء بالنيابة الذي أعلن عنه في 7 سبتمبر أيلول للرجال فقط، ويبدو أن وزارة شؤون المرأة تألغيت. في 23 مارس 2022 كانت هناك تقرير تفيد بأن تغييراً وزارياً كان جارياً، حيث عقد اجتماع آخر لمجلس القيادة في قندهار للمرة الثانية منذ وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة كوسيلة للحصول على اعتراف دولي. عقد آخر اجتماع لمجلس القيادة في الفترة من 28 أغسطس 2021 إلى 30 أغسطس 2021.